لأول مرة بتاريخ اليمن فتاة يمنية مرشحة لمجلس النواب البريطاني، وتكريم أول طيارة حربية يمنية في عدن. كل التفاصيل بعد الفاصل. قال الناشط أحمد الأشول: نحن على موعد مع كتابة التاريخ. ابتسام محمد أول يمنية تترشح لمجلس العموم البريطاني مجلس النواب البريطاني، وتكون أول امرأة يمنية في التاريخ تفوز في عضو مجلس نواب دولة أوروبية، وسوف تلقي خطابا بلباسها اليمني، وتكون خير نفع لليمنيين داخل بريطانيا. وفي وقت سابق كرم فادي باعوم رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الملازم أول طيار حربي رحمة عز الدين الحوشبي، نظرا لتفوقها في مجال الطيران الحربي المقاتل في دولة السودان وكأول طيارة حربية يمنية. وأشاد باعوم بالملازم أول رحمة الحوشبي لكونها رفعت المرأة اليمنية في أعلى درجات السمو. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان كرم الحوشبي يوم تخرجها، ما أثار إعجابا يمنيا واسعا.